السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مسلسلة شهوات ريحانة كمان نقدم لكم بسبوسة بالبرتقال، كتجي رائعة جدا، كتجي هشيشة ولذيذة بطعم البرتقال كما كتلاحظوا الشكل ديالها في الصور. كيف ديما إلى عجبكم الفيديو وضع لايك وانضمام للقناة. نخليكم مع مشاهدة المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله، كنحتاجو لثلاثة ديال البيضات مع رشة ديال الملح، عندنا كأس من الزيت، كأس ديال السكر سنيده، عندنا كاس من عصير البرتقال، عندنا كيس ديال سكر فانيلا، جوج اكياس من خميره الحلويات، كيس واحد 7 غرام بمعنى 14 غرام، 3 كؤوس ديال السميده الرقيقه ما يعادل 300 غرام الخاصه بالبغرير، كنضيف السكر على البيض ورشه ديال الملح، وكيس ديال سكر فانيلا. ممكن تعوضوا الكيس ديال سكر فانيلا بقشره ديال البرتقاله، لكم الاختيار. كنخلطوا المكونات بالطراب اليدوي. سبق لي ودرجت بسبوسه يعني سابقه وكانت لها تطبيقات كثيره حتى هي كتجي ممتازه. كنضيفوا الزيت كما لاحظتوا، القياس بكاس الشاي العنبه، يعني القياس بالغرام بالنسبه للسكر 100 غرام. كنضيفوا عصير البرتقال، عصير برتقال طبيعي، وكنستمر في الخلط ديال المكونات كلها جيدا. كنضيفوا سميده رقيقه بالتدريج، عندنا 3 كؤوس ما يعادل 300 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كتكون خاصه بالبغرير، يعني خاصه بالحلويات، ماشي دقيق الفينو وانما السميده الرقيقه. كنضيفوا خميره الحلويات جوج اكياس 14 غرام في المجموع. كنخلط المكونات جيدا. كما لاحظتوا ما كنستعملوش طراب كهربائي، فقط طراب ديال اليد. كنحصلوا على نتيجة مرضية وجيدة. بالنسبة للقوام ديالها كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالو. كنحتاجوا القالب من سعة او قياس ديال 26 سنتيم او 24 سنتيم، مدهون بالزبدة ومرشوش بالسميدة الرقيقة، نفس النوع اللي استعملنا في الخليط. كندهنوه كله بالزبدة وكنرشوه بالسميدة الرقيقة. في هاد الأثناء كنشعلوا الفران، سواء فرن الغاز او فرن الكهرباء، وكندخلوها كطيب حتى كتحمر، كتاخذنا تقريبا 30 دقيقه. بالنسبه للسيرو كنحتاجو كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء مع عصير ليمونه حامضه. كاس ديال السكر، كاس ديال الماء، عصير ليمونه حامضه، غنوضعوه فوق النار حتى كيولي لنا سيرو. البسبوسه ديالنا بعد ما طابت كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، كتجي رطبه وهشيشه. بما ان البسبوسه سخونه كنفرغ عليها السيرو او القطر كما كتلاحظوا، يعني الصوره عن قرب كتبدا تمتص لينا مباشره. يعني انا دهنت في الاول باش نبين لكم السيرو كيكون بارد والبسبوسه سخونه، والعكس الصحيح، الا كانت البسبوسه بارده يكون السيرو سخون. وكنفرغوا الكميه كلها على البسبوسه، كتزيد كتكون لينا البسبوسه فتيه وهشيشه ورطبه. هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه للتزيين استعملت الكوك اللي هو جوز الهند، كنوزعه على الوجه ديالها. ممكن تستعملوا اي حاجه اخرى للتزيين بحال رقائق اللوز او لكم الاختيار. نشاهدوا مع بعض كيفاش كتجي، رغم اني كنديرها عده مرات وكتجي سهله، وكنحضروها في واحد الوقت اللي هو قصير جدا، يعني ما كتكلفناش بزاف وكل شيء متوفر في كل بيت. شاهدوا معايا كيفاش كتجي رائعه جدا، كتكون رطبه. هنا مازال سخونه، قطعتها وهي سخونه باش تشاهدوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالها. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الشكل النهائي في الصور كتجي رائعه جدا ولذيذه بنكهه البرتقال. وبغيت نشكر الناس اللي كيتابعوني في الفيسبوك عبر الصفحه ديالي شهوات ريحانه كمال، كنشكركم بزاف على التصويت ديالكم على امين التاقي وحصل على الرتبه الاولى. عندي طلب بسيط، هو تنضموا القناه ديالو هنا في اليوتيوب، اللي قناه غادي تفيدكم وتستافدوا منها. غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. وشكرا لكم، في امان الله.